هولي قطع معدنية بلاستيكية، سوري، عم نشيلها من العين، وهيدا كله من عين وحدة. هيدي مثلا اليوم شلتها هلا من العين، هيدا بلاستيك كانت. الأعين اللي مصابة بهيدي الطريقة الكبيرة، لا ما بحياتي على صايرة معها هيدي، ولا بعتقد حدا بالعالم صايرة معه هيك. يعني اجينا من 194 مريض، فيك تقول أكثر من 75 ل 80% منهم كان عندهم إصابات بالعيون. صرنا عاملين فوق ال 70 عملية يمكن للعين. هذه العمليات بتتراوح بين إنه نقطب القرنية أو نقطب السكليرا أو تبع العين، أو هي الجزء الأبيض تبع العين بنقطبه. أو يعني طبعا أكثر من 500 شخص حيكون يا إما ضرير يا إما ما عنده إيدين لا يقدر يستعملهم. من ضمن الحالات العيون أكثر من نصهم كان ما في عين بقى، كان مجبرين نشيل العين ومش بس نرممها، كل الأنسجة محل ما فايت الشقف محروقة الأنسجة، ومثل كأنه دايبة، يعني الجلد دايب. الجفن هيدا وحدة أساسية حتى وقت تترمم العين، أهم من ترميم العين أو استئصال العين تتنحط بعدين عين اصطناعية، رح يكون كتير صعب ينحطوا هول لبعدين، لأنه ما في جفون وما في السبورت اللي بقلب الجفن اللي بنستعمله تنحط البروتاز، كتير منهم العينتين مستأصلين.